معايا على الهاتف مدربنا الكبير ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق كابتن محمد يوسف. يا جو يا نجم، مساء الفل. حبيبي يا استاذ محمد، يا جميل، كل سنه وانت طيب. وحشنا كتير والله. والله انت كمان وحشني كتير والله. والايام الحلوه نعيش عمر بقى ايام لعب من التسعينات. مش عايزين نكبر نفسنا. لا مش هنكبر، بس السنين بتجري طبعا. السنين بتجري. انا فاكر انت كنت على طول معانا في السفريات، فاكر؟ كنت على طول تغطي بقى مؤسسه كبيره، لا مؤسسه الاهرام. انتوا طبعا وانتوا فردوا كنت جيل عظيم الحقيقه. انتوا في التسعينات في النادي الاهلي كنت جيل عظيم جدا حبيبي. كابتن يوسف، النهارده الاهلي اعتقد انه تخطى بسرعه خساره السوبر، وبجانب ده شفنا انه الصفقات الجديده حتى كانت ايجابيه في المباراه بشكل كبير جدا. والله بص انا هقول لك على حاجه، يمكن انا اتسالت بعد مباراه السوبر فقلت ان الاهلي في ميزه دايما، واحنا حتى من لما كنا لعيبه ان بنقلب الصفحه بسرعه. يعني سواء الصفحه دي سلبيه او ايجابيه بتتقفل بسرعه، ودي ميزه النادي الاهلي. انا كان عندي فكره وكنت اتمنى ان كولر يعملها، ان هو كان ينزل من السعوديه على برج العرب على طول، لان هو لعب الجمعه وعنده سبت وحد واثنين ويلعب ثلاث. فانا كان عندي وجهه نظر طبعا، بس انا مش في المنظومه. لكن وعلى فكره وجهه النظر دي سليمه، خصوصا انهم عملوا عمره حتى، وكانوا هم عملوا عمره الان من تاثيرها عليهم. وسافروا الساعه 12 ثاني يوم اللي هو السبت. مظبوط، وصلوا متاخر لحد الفجر. امام العمره دي كنت انا ارجع على برج العرب. كانت فكره دي طبعا تريح بقى يوم الاحد والاثنين، والعب ثلاث وارجع بقى مره واحده. تمام، فكانت تبقى كلها باكج يعني. بس طبعا النادي الاهلي، انا يمكن اتكلمت وقلت ان الاهلي بيطلع بسرعه ولاعيبته بتطلع بسرعه، سواء كانوا كسبوا السوبر او ما كسبوش بيقلبوا الصفحه بسرعه ويركزوا في اللي جاي. النهارده بصراحه المباراه الاهلي واضح جدا من اول دقيقه ان هو نازل عايز يمحي او عايز يعني يلغي الفكره، او يسعد الناس اللي طبعا كلها زعلانه عشان مباراه السوبر وبطوله السوبر. وطبعا النادي المصري من الفرق القويه، لكن النهارده ما كانش ظاهر خالص في مستواه، وبمجرد حصل الطرد المصري انهار. يعني هو انا عجبني ان الاهلي كمان ادى للمصري حجمه من بدايه المباراه، يعني كان طبعا لان اخر مصر فرقه كبيره. المباراه لو تفتكرها في نهايه الموسم اللي كانت في الكاس، كان ماتش صعب جدا، الاهلي كسب 2-1. ويمكن المباراه خلصت في الاكسترا تايم. قندوسي وكان 1-1 والجولين ورا بعض في الدقيقه اخر دقيقتين في الماتش. في الشوط الوقت الاصلي يعني لو تفتكر. ومروان حمدي كان في المباراه دي بصراحه كان مميز جدا. فعايز اقول لك ان الاهلي مركز جدا في المباراه، وعارف ان المصري ند قوي جدا. وكان النهارده برضو افتتاحيه الدوري، فالاهلي عايز يقدم نفسه بشكل او يعني يدي رساله للفرق، رساله قويه. وساعده النهارده حاجتين، اولا تركيز واداء النادي الاهلي من اول المباراه، التشكيل طبعا اللعب بيه كولر من اول المباراه، والاصرار والجديه اللي بدا بيها الاهلي. وطبعا مع الطرد ومع الانهيار فريق المصري، التغييره برضو ان انا فوجئت برضو ان علي طلع الراجل اللي هو في وسط الملعب اللي هو امادو با، ونزل عمرو ولعب عمرو موسى. فطبعا دي فتحت وسط الملعب وخلت النادي الاهلي يتحكم في بناء الهجمات بشكل قوي جدا. يعني انا كنت متوقع ان علي ممكن من امادو كان كويس في الشوط الاولاني. امادو عامل لك ستاره وعامل لك حائط صد قدام المدافعين، خصوصا ان هو السته الارتكاز اللي يعني زي ما بيقول كده الدستروير، اللي هو بيبوظ الهجمات بتاعت او بناء الهجمات بتاعت. يمكن اشتكى من حاجه يا كابتن ولا حاجه ممكن. لا هو طلعه عشان يلاعب عمرو موسى ويحافظ على الكتلة الهجومية بتاعته المتمثلة في الشامي، على اعتبار ان الاهلي جاب جول اخر دقيقتين في الشوط يعني. فدي خلت المصري يلعب ناقص، ولكن فاتح خطوطه. انا كنت متوقع ان بمجرد طرد باهر محمدي ان انت تلاعب عمرو موسى، بس مش على حساب موسى، مش على حساب امادو بقى، لان طبعا فتحت نص الملعب، وبالتالي ادى فرصه لمنطقه بناء الهجمات بتاعت الاهلي ان هم يشتغل بشكل مميز جدا. واشتغلت وكل الاجوال خد بالك من سرهات من تحت. برافو عليك، انا كنت لسه اقول لك كلها من المنطقه اللي هي قدام المدافعين، حتى الدبل باص بتاع كريم فؤاد مظبوط بتاع عبد القادر من تحت برضه. مظبوط.
فحته اللي هي الحته اللي قدام الديفنس دي دلوقتي في العالم كله مهمه جدا جدا، لان هي دي اللي بتبقى قدام الاثنين مساكين، هي دي اللي بيتعمل منها بناء الهجمات، بيتعمل منها التمريرات، الاختراقات، الحاجات دي كلها. لكن النهارده النادي الاهلي، طب هقول لك على حاجه، الاهلي في تشكيلته فاجئنا مثلا بكوكا، ما كانش حد متوقع يعني، كل يعني كان في يقين انه مروان جنب اليو ديانج، وكان بنقول امام ولا قفشه يعني، كنا دايما نقول كده، لكن كوكا النهارده اتفاجئنا بيه، رايك ايه؟ انا رايي طبعا ان الراجل يعني اكيد في حاجه عند مروان، ولا بعد البنالتي اللي مروان عمله الماتش اللي فات، لانه يعني حتى كان علق عليه حتى يعني، بس ما اعتقدش المدربين الاجانب من النوعيه اللي هم مثلا حد عمل ضربه جزاء فبيعاقبه، لا، بس هو في حاجه ممكن يكون مش سليم، لانه هو بره ال 20 خالص. لا ده نزله يا كابتن، ده مروان نزل في 81. سوري، انت بتتكلم على مروان، مروان عطيه. مروان، لا، مروان انا شايف ان هو ممكن يكون ادى فرصه لكوكا على اساس انه يعني، انا حسيت ارصد ودني يا كابتن، لانه ما كانش مركز في ماتش اتحاد العاصمه شويه. والنقطه الثانيه، تعرف برضو اللعيب المصري لما تبقى انت حاطه في التشكيل طول الوقت ثابت ثابت ثابت، بيجي له احساس انه وحش حلو بيشتغل يعني، ومروان طبعا اساسي من وقت ما جه من يناير. مروان على طول لعب اساسي، بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو ممكن يكون اداله يعني بيريحه على اساس برضه يدخل كوكا، لان انت النهارده بعد انتقال حمدي فتحي انت مطالب يبقى عندك عدد من لعيبه وسط الملعب عشان تعمل تدوير. امام عاشور موجود، مروان موجود، كوكا موجود، عندك نيدفيد اليو ديانج ونيدفيد وكريم نيدفيد طبعا، وكريم نيدفيد كمان طبعا، وخد بالك اكرم توفيق لما يرجع في الحته دي هيلعب، وبرضه اكرم توفيق ممكن في الباك رايت وممكن في حته وسط الملعب. مزبوط. يعني عندك في المكانين، بس انا بقول ان كوكا من اللعيبه المميزين جدا على فكره، من السنه اللي فاتت لما كان في المنتخب الاولمبي وعمل بطوله في المغرب في مارس اللي فات، كان كويس قوي بالظبط، فانا كنت متوقع انه ياخد فرص من بدري يعني. فاعتقد ان كولر ممكن يكون باني عليه يعني باني عليه امال، وهيديله ادوار الموسم ده بشكل قوي، لكن ده ما يمنعش ان مروان لعيب مهم مميزه جدا. طبعا مميزه جدا، بس لازم يبقى فايق، لان عنده شويه تهور في الفتره الاخيره، سواء في الفاولات او البنالتي. الكره عشان اكلمك بامانه يعني كفنيين، الكره اللي هو اتعامل فيها في ضربه الجزاء يعني ما انا مش عايز اقول فيها تهور، لان هو داخل عادي، هو ما خبطش او ما اتزحلقش على الراجل او ما دخلش فيه بعمق، هو بس هو داخل في يعني هو داخل في توقيت متاخر جزء من السنه، فدخل فمجرد ان هو يعني رايح على الكوره خبط الراجل، بس خبطه بعد ما الثاني كمان، بس هي خبطه تغيظ، لان الاهلي خسر السوبر، فخبطه تغيظ يعني. بس انا هقول لك على حاجه، انا برضو مش مع اللي بيقولوا ان ضربه الجزاء يعني مش المفروض ان ضربه الجزاء تخطر الاهلي السوبر يعني. اوكي، اتحاد العاصمه جاب ضربه جزاء، انت تجيب ثلاث جوال، فرق الامكانيات طبعا، لازم الاهلي طبعا كان صح يعود بهدف واثنين، لان فرق الامكانيات وفرق خبرات لعيبه صالح الاهلي كبير طبعا، نهائيات وفوز بالنهائيات وفوز بالبطولات، كل ده في صالح النادي الاهلي يعني. طب كابتن يوسف، رضا سليم مفاجاه، انا شايفه لعيب مميز، لعيب مميز عنده مميز، بس تاقلمه كمان يعني سريع جدا، سريع بصراحه، تاقلمه سريع. النهارده احرز هدف جميل جدا، تسديده قويه، لكن غير كده كمان السرعات بتاعته عامله شغل كويس جدا، واعتقد انه لما هياخد ثقه من ماتش للتاني هيتاقلم، وهو لعيب كوره يعني، لعيب عنده كوره عاليه، بيلعب على الجون، وبعدين بيعرف يباصي، بيعرف يرقص، بيعرف يشوط، واحد مميز، فهيخش في منافسه مع احمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، وانا بيلعب على الطرفين يعني، رضا سليم من زي حسين كده بيلعب يمين وشمال، برافو عليك، وده في صالح الاهلي. ليه؟ لان انت كل ما بتعمل منافسه في المراكز كل ما انت هتحتاج اعلى، مش هتلاقي فيه هزار، كل لعيب كل لعيب زي ما انت قلت في من يعني قبل ما اخش معاك كنت سامعك بتقول ان حسين الشحات لازم يصحى طبعا وكده، ليه؟ لا، هو ده النادي الاهلي، ان المنافسه، ما ده دور الاداره انها بتوفر الواحد واثنين وثلاثه، ويبقى في منافسه في المراكز، وبالتالي كل لعيب بيبقى حريص انه يدي احسن مستوى، والملعب هو الفيصل طبعا، افضل العب طول الموسم وحش كويس، مستواي نزل مستواي طلع، بدي 6 من 10 زي ما بدي 9 من 10 وافضل العب، لا، النادي الاهلي لازم اللعيب بتاعه يدي على طول مستوى عالي عشان يحافظ على البطولات ويحافظ على الفوز. طب جالك انطباع على مودست؟
انطباع جالي ان هو لازم كولر يخدم على يعني لازم يخدم اللعب شويه، يعني لازم يبقى فيه كروسات. الراجل ده ما انا قلت انا برافو عليك يا كابتن، انا برضو مميز. لاحظت انه هاني ومعلول جاله كورتين النهارده برجله، الانفراد ضيعه، والكره الثانيه اللي هو حب يعملها وهو اللي هو حب يلمها دي اللي طلعها له محمد هاني بالعرض، فراح لممها وبرده شايطها، المفروض يفتح زاويه شوط لنفسه. فانا اعتقد ان 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 هو بال يعني محتاج كرات عرضيه عشان يقدر يبان في اللعب بالراس ويبقى هيدرز. هو هيدرز مميز جدا ومن اللعيبه اللي احصائياتها في العالم كله، جاب اهداف تلت جواله براسه. فانت لازم طالما جبت فيرويد زي ده لازم اخدم عليه في لعبي، فتزيد الكروسات شويه. تزيد الكروسات شويه من اليمين طبعا وشمال. تزيد الكروسات وتتعمل بشكل كويس على اساس الراجل ده يطلع بدماغه ويبقى عندي انا تنوع. ليه بقى عندي تنوع؟ ان انا ممكن اعمل باك باس، وممكن اعمل كروسات بالعرض على الارض، وممكن اعمل اللي جايين بره من على ال 18، واعمل العالي عشان هو يطلع يلعب بدماغه. النهارده في واحده نط فيها بس ما يعني ما لعبهاش. اللي انا عايز اقوله ان انت في ماتشات كتيره جدا الفرق اللي هتلعبك لو بلوك، هتوقف ورا وتعمل تكتل ومش هتهاجمك او تطلع على الهجمات. فيبقى عندك الكروسات ده حل، احد الحلول هي الاجناب. مظبوط، ان انت تعدي من الاجناب وتعمل كروسات، وعندك فينيشر وهداف زي موديست، عندك فيرستا، وعندك رضا، عندك حسين الشحات، قفشه، كل العناصر دي تقدر تفنش في الارض. فانت لازم يبقى عندك كهربا، موديست، صلاح محسن، الثلاثه دول لعبوا بدماغهم، وموديست مميز، هو صلاح محسن. طب تغييرته ان طاهر يلعب فيرود يعني، وكان في زعلوك بره اللي هو الناشئ الصاعد ده، كان افضل زعلوك ولا طاهر يعني؟ ولو ان كانت بقى 10 دقايق يعني والاهلي كسبان. لا، هو طاهر محمد طاهر طبعا عنده حصيله خبره اكتر، ويعني اعتقد ان هو هيحتاجه في الفتره اللي جايه برضه طاهر محمد طاهر، عشان كده اداله برضه يبقى بيحافظ عليه يعني. فاهم قصدي؟ يعني انه يسيب طاهر محمد طاهر، انا بفكر فيها كمدرب بقى، ان انا لما تيجي تغير تغييره اللي هي الاخيره اللي هي الرابعه او الثالثه، اسف، اللي هي طلع فيها تغييرته الثالثه كان قفشه ونزل، طلع امام ونزل قفشه، طلع بيرستا ونزل كريم، وطلع موديست نزل طاهر، وطلع موديست ونزل طاهر محمد طاهر. فلو انت النهارده لعبت زعلوك من اللعيبه المميزه جدا، واللي جاي في الطريق طبعا ولسه صغير في السن، لكن يعني برضو لازم وانت بتختار ان انت برضو ما يبقاش طاهر محمد طاهر قاعد تيجي تنزل برضو. اي بس انا اقصد كان 3-0 وفرصه كان ينزل الولد ياخد شويه اجواء، ماتش مهم وماتش كبير وجماهيري، وكان 3-0 يعني انت بتطمن للنتيجه الى حد ما يعني، ده كان ده قصدي يعني. برضو طاهر محمد طاهر انا اعتقد ان هو برضو انه ياخد فرصه، وان هو راجل بيلعب راس حربه وبيلعب في الجنب. طاهر لعب كل حاجه، طاهر لعب باك ولعب وينج ولعب شمال، ولعيب مميز. وانا بقول ممكن يكون ليه ماتشات وليه ادوار حاسمه مع النادي الاهلي، وليه يعني قصدي ان ليه وقته يعني، فاهم قصدي؟ فهو برضو عايز يحافظ على الفورمه مع طاهر محمد طاهر، عشان كده اداله يعني. طب لو اتكلمت يا كابتن سريعا بقى على النهارده برضو شباب، انا عايز اقول لك على حاجه، ان كريم فؤاد من مكاسب المباراه. بصراحه كريم فؤاد انا اتفاجئت اصلا انه دخل القايمه امبارح، واتفاجئت النهارده انه بيلعب، وبعدين اتفاجئت انه جاب جول، وجول حلو، جول حلو، وعمل دبل باص جول ذكي يعني ان ياخدها على طول كده مباشره كده، ده مش اي ده فيرود. انت بتستعيد قوة. ورقه من الاوراق اللي هي فيها عايز اقول مرونه تكتيكيه عاليه جدا. كريم فؤاد من الاوراق اللي تريح المدربين، لان ممكن يلعب لك باك رايت، ممكن يلعب لك باك ليفت، ممكن يلعب لك جناح. هو راجل مقتنع بوينج على فكره، قبل ما يتصاب كان هداف الاهلي، كان وينج. مظبوط لو تفتكر كان عامل ماتشات يعني قويه جدا مع الاهلي، بس كان مميز جدا. لا، هو لعيب مميز بصراحه. بصراحه يعني، وهو حتى قال بعد الماتش، انا كان وحشني الملعب واجواء الملعب والجمهور والفانيلا، واصابه الصليبه دي برضو صعبه بصراحه يعني. لا، هو من اللعيبه المميزين صراحه. طب انا حسيت انه الكابتن علي ماهر شويه ضاغط اللعيبه نفسيا، لان انا كنت حاسس بتهور دايما في اداء لعيبه المصري النهارده،
يعني يعني بص هو 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 علي عليه ضغوط. تولي الفرق اللي هي عندها شعبيه وجماهيريه او يعني بقول زي فرق المصري الاسماعيلي الاتحاد فرق الجماهيريه الاتحاد السكندري محل الفرق المحافظات اللي هي عندها جمهور ده بيبقى بتتعرض لضغوط وبتتعرض لغير فرق المؤسسات وبالتالي المفروض ان المدرب ما ينقلش الضغط ده او ما يحسسش اللعيبه بالضغط ده لان في لعيبه كتير مميزه ما لعبوش لعبهم العادي في الملعب. مظبوط يعني مثلا حسين السيد الباك ليفت كويس بس كان مندفع جدا طول الماتش عنده اندفاع دائم. النهارده باهر فريق المصري ما ظهرتش قوي عندها عناصر حتى ميدو جابر المفروض يعني ان هم يظهروا احسن من كده الشامي ميدو جابر ومروان احسن من كده بكتير وكان معتمد عليه جدا النهارده حسين السيد والدفاع برضو يعني بصراحه النهارده دبش وكريم العراقي مفترض انه كويس ومن اللعيبه اللي هي يعني برضو مدافع قوي طبعا فبرضو ما ظهرش يعني كانوا بعيد او العراقي ما ظهرش برضو والشامي بعيد تماما نتيجه كبيره والطرد بتاع باهر ساعد طبعا فتح الملعب مع التغييره طبعا انا كان رايي ان يلعب عمرو موسى مكان باهر يعني يحافظ على الاربعه ورا بس على حساب انا توقعت يا كابتن انه هيغير باهر بعد التاكلينج الاولاني لان كان واضح ان باهر يعني مندفع في الماتش برافو عليك توقعت او بين الشوطين بتاع يعني توقعت انه هيعمل التغييره دي ما عملهاش برافو عليك بس هو طبعا لا وكان ممكن بعد ما اطرد باهر ينزل عمرو موسى بس مش مكان امادو لا مكان مثلا مكان حد من اللي فوق يعني مكان مثلا ميدو جابر مكان الشامي وابدا الم الملعب على اساس حتى لو ما عرفتش اجيب يبقى انا حافظ على هدف واطلع 1-0 يعني فاهم قصدي؟ مظبوط مظبوط هو ورؤيه مدير فني وطبعا مع الاهلي فريق كبير وفريق هتدي له طبعا تدي له المساحه بتاعت قلب الملعب دي فطبعا استغلها والاهلي الى حد ما اجهز لانه لعب برضه ماتش في افريقيا وكان ماتش قوي مع اتحاد العاصمه لا بس هقول لك على حاجه برضه المصري فريق عمل فتره يعني لعب في المغرب عمل فتره تعداد قويه عمل صفقات كمان قويه وصفقات كمان قويه السنه دي وصفقات قويه فهتلاقيه من الفرق اللي عملت فتره اداء كويسه وكان يعني اعتقد ان هو يعني سيبنا من الماتش النهارده بس المباراه القادمه هتلاقيه اجهز ما انا كنت هقول يعني الصفقات النهارده شفنا مثلا باهر بادئ بصفقه جديده محمود حماده ميدو جابر شامي كل دي صفقات فكري فكري بالظبط كل دي صفقات جديده وبيعتمد عليها كابتن علي ماهر وبرده محمود جاد النهارده كان ليه اخطاء يعني ما كانش فورما برده ما عجبنيش يا كابتن في البوكس بتاع الجول الاولاني هو بص الموسم اللي فات كان هو بيلعب هو عصام ثروت وبعدين الفتره الاخيره لعب عصام ثروت فتره يعني لعب كم ماتشات لكن علي الموسم ده شايف يعني بدا بمحمود جاد فممكن يكون هو يعني ادرى شايفه اجهز في التدريبات اجهز انت عارف طبعا ان حراس المرمى يعني تثبتها مهم طبعا مهم جدا يبقى في ثبات او في ثبات في المستوى ده والثقه صح. عشان تقدر ان انت تاخد احسن حاجه يعني. صح كابتن محمد يوسف سعيد بارائك دايما ونلتقي قريبا ان شاء الله حبيبي بشكرك. يا رب دايما كده في تقدم وفي نجاح اشكرك يا كابتن واشوفك طيب ان شاء الله الله يخليك نجمنا المدرب الكبير كابتن محمد يوسف شكرا جزيلا لك زي ما قال كابتن يوسف انه المصري الماتش الفتره الجايه هيبقى افضل كتير من الناحيه الفنيه بس انا مقتنع انه شويه الضغوط النفسيه اثرت على اداء اللاعبين لان لعيبه المصري عندها اكتر من كده بكتير في مجارات النادي الاهلي يعني حتى لو لعبوا ب10 يعني يقدروا يجاروا النادي الاهلي انما طبعا الاهلي استغل الفرصه وقدر يخطف المباراه وباربع تجوال نتيجه كبيره جدا الحقيقه استعاد بقى الاهلي توازنه بسرعه قبل ما يخش في المعترك الافريقي ويستكمل مشواره المحلي.